بدي افهم منين طلعت لي بقصه هالعزيمه؟ ما في لا قصه ولا سيره، كل ما في الامر انا وفريد وشفيق واحسان صرنا زمان ما اجتمعنا، وبالصدفه شفنا بعضنا بدوره الحاسوب اللي عملتها الوزاره، واتفقنا نطلع نتغدى سوا يوم الجمعه. اها إيه، بس حضرتك كنت واعدنا طالعنا سيران انا والولاد. لك أستي مو مشكله، خليها للجمعه الجايه. شو صار يعني هلا كل مره بدك تقلي خليها للجمعه الجايه؟ طيب شو اعمل يعني؟ هذا اللي صار، وعدت الجماعه وما عاد فيني اتراجع. إيه بس كان فيك تشاورني قبل ما تبت بالموضوع وتقطع وتوصل من عندك. شو هالحكي؟ هذا اللي كان ناقص والله. يعني بتلاقيها حلوه بحقي يقول لرفقاتي استنوني حتى شاور مرتي، ولا بدك ياني يصير علكه بلساناتهم؟ هلا اذا شاورتني بدك تصير علكه بلساناتهم؟ خلص ناهد خلص، هالحكي هاد ما عاد منه فائده هلا. ايه امرك، حاضر. و دخلك بشو طالعين؟ بشو يعني؟ بسيارتي. ليش هن ما عندهم سيارات؟ كن بلا، كلهم عندهم سيارات. لك عن ليش طالعين بسيارتك؟ وين المشكلة يعني؟ ما في مشكلة يا حياتي، ما في مشكلة منوب، بس يعني إذا هن عندهم سيارات، ليش ما بتطلع معهم وبتترك لي السيارة؟ ليش شو بدك فيها؟ جاء عبالي شم هوا أنا والولاد، ولا يعني ما بيطلع لنا؟ مبلا حبيبتي بيطلع لكم، بس فهموني لوين بدكم تروحوا. هلأ ما في شي بذهني، بس يعني عم فكر احكي مع نسوان رفقاتك ونعملنا هيك مع بعض شي مشروع مشترك. شو علي؟ كمان فكرة معقولة؟ يعني رح تترك لي السيارة؟ يا ستي رح اترك لك السيارة ورح اطلع بسيارة فريد. تسلم لقلبي. وبسيارة مين طالعين على الزبداني فريد أفندي؟ هو تيسير عرض انه نطلع بسيارته، بس انا لسه ما اعطيته جواب نهائي. ها وليش بقى ما اعطيته جواب نهائي؟ لاني بصراحه عم فكر اعرض عليهم نطلع بسيارتي. لك هلا انت ليش حتى تحمل السلم بالعرض؟ يعني طالما الزلمه عرض سيارته عليك فليش لحتى تكتر غلبه وتعرض سيارتك؟ مو حلو يا سماح، يعني ادبا وذوقا لازم اعرض سيارتي. لا والله ادبا وذوقا لازم تترك لي السياره الي. ليش انت شو بدك بالسياره؟ شو بدي فيها يعني؟ بدي اتركها واقعد اتفرج عليها؟ بدي اطلع فيها مشوار. طيب راح اترك لك السياره وامري لله. وليش هيك عم تقولها من برات منافسك؟ هيك لانه بصراحة يعني صرت خاف سلمك السيارة. ها وليش بقى؟ ما بعرف، بس يعني حاسس انه سواقتك صايرة عفشة شوي، خصوصا بعد ما فتي بالعمود الشهر الماضي. بس انت بتعرف تماما انه الحق ما كان علي. لك الحق على مين؟ على العمود؟ لك خلصنا بقى فريد خلصنا، بدك تضل تحكي بالقصة سنة، يعني قلة حوادث انت عاملها؟ عامل حوادث ما اختلفنا، بس بحياتي ما فتت بعمود كهرباء. بكل الأحوال خلاص راح اترك لك السيارة، بس ديري بالك بسواقها، لا تطوشي وتلوشي. يا لطيف يا لطيف، شو صاير حكيك بهز البدان. تفضل. يسلموا ايديكي. شفيق حبيبي ممكن تترك لي السيارة؟ وليش بقى؟ يعني عم فكر اتصل بسماح وناهد العنايات مشان نعمل مشروع سيران. ولوين هالسيران بقى؟ ما بعرف لسه ما فكرت، بس بدي اتصل فيهم. مو مشكلة رح اترك لك اياها، بس لا تلحقونا على الزبداني. ها وليش خايف نلحقكم على الزبداني؟ هاها معناتهم طالعين معكم موظفات على السيران. لا حبيبتي اطمني، ما في موظفات معنا، اصلا كل الموظفات يلي عنا فايتين بالحيط، بس نحن حابين نقعد مع بعضنا لنحكي بهموم الوظيفه والشغل، ومنشان هيك ما عملنا القعده عائليه حتى ما تملوا منا. ايه ونحن كمان بدنا نحكي احاديث نسوانيه خاصه فينا، اطمن ما رح نلحقكم. اوكي حبيبتي، اصبح بتلاقي مفاتيح السياره بدرج الخزانه، بس سوي على مهلك. ها واوعك تتهوجني بالسواقه، ولا تنسي تزمري على الكوعها وتضوي بالغمازات وتحطي حزام الأمان، أوكي؟ شرف فيها ستي، وهي مفاتيح السيارة. يسلموا هالإيدين، فيها بنزين ولا لازم أعطيها؟ لا والله ما فيها، حطي لك فيها شي 25 لتر. هات لكن، ناولنا حق البنزينات. يا عيب شو ما عليك يا عنايات، ليش أنا من أيمت كنت أدفع حق بنزين؟ مين اللي بده يدفع لكن؟ أنا؟ لا حياتي، لا أنا ولا أنتِ. الله يخلي لنا هالدولة. شرفي
وهي قسيمة بخمسة وعشرين لتر، فيك تعبيها من أي كاسية بتلي. وما بيحكوا معي شيء؟ شو بدهم يحكوا؟ هاي قسيمة مدفوعة القيمة سلفا. لا والله ما بك شيء، عرفان تزبط أمورك. إيه شو بدنا نعمل؟ لأنه بيني وبينك حق البنزين نكبة. صحيح ما قلتي لي لوين رايحين؟ والله ما بعرف، لسه ما حكينا مع بعض الموضوع. يا ستي ما مشكلة، طلعوا شو من الهوا، بس بشرط بتسوقي على مهلك ها، وأوعك تعصبي مثل عوايدك، وإذا زمرتي على الكوع بيكون أحسن مشان تكشفي الطريق. داكور؟ داكور. عم بقلبها لهالجيه مع احقرها، إيه قسما بالله تكسروا رجلي. وانا كمان نبلت رجلي تحت مني. عجبكم على الشغله؟ يعني معقول يكون عنا اربع سيارات وبعدين ناخذ تاكسي؟ شو بدنا نعمل؟ هذا حكم النسوان. سيدي احسن، هيك استر. وشلون بقى هيك استر؟ بلا ما نلفت نظر، شلون ما كان؟ نحن موظفين عاديين، وجيتنا على هيك مطعم غالي وبسياراتنا الخاصة، بدها تخلي الناس تحكي علينا. فظاعة شلون بتحسبها أنت؟ مين عاد فكر بهيك قصص؟ هلا يلا يا جماعة خلونا نفوت لجوا، ولا بدنا نقضي السيران على الواقف؟ ماشي الحال، شرفوا، تفضلوا. يلا تفضلوا. على فكرة يا جماعة، نحن لازم نجتمع كل فترة، يعني مو حلوة نقطع بعض فترة طويلة. طيب شو رأيكم نعمل هيك مشروع كل يوم جمعة؟ ليش لا؟ أنا موافق، فكرة معقولة كتير. أنا برأيي السيران الجاي نعمله عائلة، حتى النسوان ما يعملوا فينا مقلب مثل مقلب اليوم. لا هيك ما بيصير، أحسن شي نعمل جمعة نسوان وجمعة بلا نسوان، يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنى. أخي أنا ما عندي مانع، بس على شرط كل يوم جمعة مطلع على مطعم شكل، يعني مو شرط نجي على نفس المطعم. وليش بقى؟ أخي لحتى ما نصير شوهات حوالينا، يعني عدم المؤاخذة، نحن موظفين ورواتبنا محدودة وجيتنا على هيك مطاعم غالية رح تصير الشكوك حوالينا. فصاعة شو بتحسبها؟ شو هسا؟ شامل من كلامك ريحة غريبة. ها ريحة شو؟ كأنه عم ترتشي. ها؟ يعني بس أنا اللي عم برتشي؟ ما كلنا بالهوى سوا. يا جماعة يا جماعة الله يخليكم، يعني أنا هذا مصطلح الرشوة ما بحبه، بحسه هيك فج مباشر. سيدي مو المهم التسمية، كل الدروب بتودي على الطاحون. أصبح يا جماعة شو أخبار الرشوة معكم بهالأيام؟ ماشية تمام ولا نص على نص؟ ولك وطي صوتك ليقوم حدا يسمعنا. لك شبك بتضل مرعوب ونقوزي؟ ما قلتوا لي يا جماعة شو رأيكم ما دام مجتمعين كلياتنا مع بعض نستفيد من خبرات بعضنا؟ ما في مانع، هو تبادل الخبرات بهيك موضوع ضروري جدا. معناتها شو رأيكم كل واحد يحكي لنا عن طريقته بالرشوة وعن أسلوبه الخاص بالشفط؟ موافقين؟ موافقين. خلينا نبدأ من عندك يا فريد. ما عندي مانع أبدا. أصبحت يا سيد فريد، احكي لنا شلون عم بتدبر أمورك بهالأيام. والله أنا من جهتي عايش على معاشي وما عم بقبض براني أبدا. شو بنا فريد؟ هلأ جايين نبيض على بعضنا؟ خلينا عم نحكي بشفافية الله يرضى عليك. أنتوا فهمتوني غلط، أنا مو هيك قصدي، أنا صحيح ما بقبض مصاري، بس بيني وبينكم أنا عندي أسلوب تاني غير مباشر. هات لنشوف. نورنا. الله ينور عليك. راح نوركم ولا يهمكم. ايه معلم، ما قلت لي شو بتشتغل حضرتك؟ معلم صحي استاذ. شو هالحكي؟ قسما بالله الي من الصبح لهلا وانا عم دور على معلم صحي، بتصدق؟ خير خير ان شاء الله استاذ. لا ما في شيء، بس عندي هيك كم تصليحه بالبيت، يعني السيفون اجى لك عطلان وفواجه الخزان عم ترب مي وحنفيه المغسله بدها تغيير. خلص استاذ ولا يهمك، انت بس اعطيني عنوان البيت وامتى بتحب اجي انا جاهز. هلا على الحارق وهي عنوان البيت جاهز.
على بين ما تروح تصلي وتجي بإذن الله بتكون معاملتك جاهزة. حلو الكلام؟ كتير حلو أستاذ، ما في مشكلة. وأنا بانتظارك، الله معك. يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شفنا هالمعاملة لو سمحت. هاي شوف سيدي. إيه سيدي، شو بتشتغل حضرتك؟ عندي كازية على طريق حرستا. شو هالحكي؟ يا لطيف، يا لطيف شو ابن حلال، يا لطيف على هالصدفة. أنا؟ ليش خير أستاذ في شي؟ بتصدق إني من الصبح لهلأ عم دور على رقم كازية؟ لأنه بمعلومك خزان المازوت عندي فضي، وأنت بتعرف يعني. إيه خلاص أستاذ ولا يهمك، اعتبره تعبى بإذن الله، أنت أعطيني بس عنوان بيتك وأنا بتصرف. تسلم يا طيب، تسلم. تفضل سيدي، هي عنوان البيت. وهذا توقيعي على المعاملة مبدئيا، بس أنت بترجع بكرة مش هوقع لك إياها من المدير العام. مشي؟ شكرا كثير لخدماتك أستاذ. لا ولو، ولا يهمك، نحن بدنا خدمة تحرير. شكرا. أهلين وسهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلين وسهلين. ممكن؟ يا أهلين وسهلين. عفوا بالله، حضرتك شو بتشتغلي؟ أنسة إنجليزي. أنسة إنجليزي؟ يا سلام على الصدفة، جيتي بوقتك. خير أستاذ، شو الصدفة؟ لا ما في شي، بتصدقي إني من الصبح لهلأ عم دور على شي أنسة إنجليزي شاطرة وما عم لاقي؟ مشان شو؟ الحقيقة عندي صبي صغير بالصف الثاني عنده مذاكرة إنجليزي بعد يومين، يعني كنت عم دور له على شي أنسة هيك تعطيه كم درس خصوصي وتراجع معه المنهج شوي. خلص أستاذ وصلت، ما في داعي أدور، بس بليز أعطيني عنوان البيت. تكرم عينك، جاهز. تفضل. وهي العنوان. وهيك الله وكيلكم، شوفت عينكم، ما عم وفر حدا بنوب. اللحام، الدكنجي، الخضري، بياع الغاز، بياع الحلو، مين ما كان، لك حتى هذا الشاب اللي بيشطف دراج ما عم وفره. مشان هيك بيضل معاشي مثل ما هو. طبعا هذا غير التعويضات والمهمات وإزونات السفر الوهمية. طريقة رائعة وبعيدة عن الشبهات تماما. طبعا وبهالصورة ما حدا بيلقط عليك أي مستمسك وما حدا بيشك فيك أبدا. بس بدكم الصراحة يا جماعة، بيضل الكاش ماني أحلى. أوه طبعا بيضل الكاش أحلى، أنا من ناحيتي ما بقبض إلا كاش. ها تحكي لنا شفيق، شلون بتقبض أنت؟ إيه أبو الشباب، نحن بأي عام هلا؟ عام 1400. حبيبي أنا عم بسألك عن الميلادي مو عن الهجري. عام 2002. طيب من سنتين بأي عام كنا؟ 2000. أيوة برافو عليك، 2000 بالضبط. خلينا على 2000 لأنه رقم صحيح وما في كسور، ما هيك؟ إيه. لك شو عم تفهم علي ولا لا؟ إيه طبعا فهمت. يعطيك العافية، تعا بكرة بتلاقي معاملتك جاهزة. شكرا كثير. ولو هذا واجبنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا شو وسهلا. شو أخبارك أستاذ؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك يا رب. أنت عندك سيارة؟ إيه والله عندي والحمد لله. قديش موديلها؟ 99. بس 99؟ سيدي ماشي حالة، نعمة كريم. طيب قديش استطاعتها؟ 16 حصان. اي لا 16 قليل كتير، قصدي يعني قديش عدد الاحصنة تبعها؟ اوه علي لا 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 مو هذا القصد، قديش السعة تبعها؟ كم سي سي؟ كيف يعني؟ يعني في سيارات سعتها 1600 سي سي، 1800 سي سي، 2000 سي سي. والله ما بعرف. ولك في حدا بالعالم ما بيعرف سيارته كم سي سي؟ بس يا استاذ انا معاملتي ما دخلها بهالاسئله. لك بعرف بعرف، هالاسئله ما لها علاقه بالمعامله، بس حبيت اسالك لحتى دردش معك شوي، بتعرف اني حبيتك كثير. هذا من لطفك استاذ. طيب انت قديش بتدفع رسم سيارتك بالسنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا استاذ ماني متذكر، لانه معقب المعاملات هو بيرسم لي اياها. طيب مالك متذكر ولا رقم ولو تقريبي مثلا؟ والله ماني متذكر. اه
هو علينا. انت منين؟ من ضيعه جبليه اسمها عش البومه. وقديش ارتفاعها عن سطح البحر؟ اكيد فوق ال 1900 متر. ايه هيك شيء يعني. قديش يعني؟ يعني مثل ما تفضلتوا حضرتكم استاذ، يعني بهالحدود. طيب كم كيلو متر بعيده من هون؟ يعني بعد مفرق وادي الريش بحوالي 2 كيلو. ها ها، وهال 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ بيطلعوا اذا قلنا لك يا استاذ والله ماني شاطر بالتحويل انا. ولك يا بني ادم الشغله ما بدها شطاره. اذا كل كيلو متر بيطلع 1000 متر، 2 كيلو متر قديش بيطلعوا؟ 2000 متر. برافو عليك، فعلا 2000 ليره، عفوا 2000 متر. بقى شفت شلون انه شغلتك قريبه مو بعيده؟ كلها شغله 2000. بقى فهمت علي ولا لا؟ هلا فهمت عليك استاذ، فهمت عليك. تشرف استاذ. هلا انت عيني، ارجع بكره بتلاقي معاملتك جاهزه موقعه من المدير العام. طيب شكرا كثير استاذ، فضلت والله. ولو هذا واجبنا. يعني بضل باخذ زبون وبجيبه لحتى يقول الرقم القريب من الرقم يلي ببالي، ساعتها بيفهم شو المطلوب. والله طريقتك يا شفيق معقولة كتير وجهنمية، بس طريقتي أنا مبتكرة أكتر، ما فيها أي مسؤولية. هات لشوف يا أحسان، قلنا بقى شو هالطريقة. يخرب بيت هالموبايل، كأنه من العصر الحجري. طولوا بالكم أستاذ، طولوا بالكم. إيدي على راسك، شفت أتعس من هيك موبايل؟ والله ماشي حاله، كل الناس عم تحمل مثله. منين ماشي حاله؟ إيه قسما بالله عم بستحي أمشي فيه بالطريق. ده كان موظف مهم مثلي يحمل هيك موبايل، استحوا طلاب المدارس يحملوه. لا تكل هم استاذ، بكره رح شب لك معي جهاز موبايل حديث ولا احلى من هيك. ما في داعي تلبك حالك. ما في لبكه ولو، بتحب شب لك يا اضاءه زنون ولا عادي؟ يعني اذا كانوا لابد زنون. تكرم عيونك. وعلى هالمنوال قيس، كل ما بفوت لعندي مراجع بنق قدامه. يا أما على الموبايل، يا أما على الساعة، يا أما على القداحة، الله وكيلكم آخر الشهر بيجتمع عندي موبايلات وقداحات خير الله. إيه وشو عم تعمل فيهم؟ ابن خالتي عنده محل وبيشتريهم مني أول بأول. والله طريقة حلوة، مو هيك تيسير؟ لا والله مو حلوة منوب، معدت كتير. طيب هات أشوف، أنت شو رأيك؟ أنا برأيي كل طرقكم قديمة وكلاسيكية وأكل الدهر عليها وشرب. شو هالحكي هاد؟ بالعكس يا تيسير، نحن عاملين كل الاحتياطات اللازمة بحيث ما نحط على حالنا ولا مستمسك. إيه بلا ممسك بلا بطيخ، يعني يلي بده يستقصدكم بيلاقي عليكم 100 ممسك وبالوقت اللي بيريده. إيه صحيح، بس يعني المهم إنه نحن ناخذ احتياطاتنا. إيه بس هالطرق هاي اللي حكيتوا عنها صارت معفنة، بازارية، ما فيها أي ابتكار. يعني كان بإمكانكم تبتكروا طرق عصرية وعملية أكثر من هيك بكتير. ليش لسه في طرق عصرية وعملية أكثر من هيك؟ ليك التاني؟ طبعا في. طيب انت كيف طريقتك؟ هات نورنا لنشوف. يا سيدي انا طريقتي يمكن لسه ما حدا فكر فيها منوب، طريقة جديدة كتير ومستحيل تخطر على بال الجني الازرق بذاته. هات نورنا. الله ينور عليك، بلكي بنتعلم منك يا سيدنا. هلا بتشوفوا بعينكم. صار وقت الجماعة. انا جماعة؟ هلا بتشوفوا. هلا انتم ما بدكم تعرفوا طريقتي، بقى تفرجوا وانتم ساكتين. ها وصل الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ تيسير، كيفك؟ الحمد لله. بيسلم عليك المسيو مرزوق وبيقول لك هاي الرشوه اللي اتفقتوا عليها، 50,000 رشوه لك و 50,000 رشوه للسيد المدير العام. يسلموا ايديك وسلم لي على المسيو مرزوق وقول له يجي لعندي بكره على المكتب وكله تمام باذن الله. عفوا استاذ تيسير، المسيو مرزوق بيسلم عليك وبيقول لك مشان المعامله الثانيه مش الحال، السيد الوزير رح يحكي معكم. امنت بالله على القصه؟ ولك حبيبي ليش عم توشوشني انت؟ ما تحكي بصوت عالي. لك اخي افهم مني بقى انت ومعلمك، يعني لو اجتني واسطه مو من الوزير، لو اجتني من كوفي عنان هالمعامله ما بتمشي. هي رشوتها لجيبي الخاص 500,000 ليره، بقى ادفعه 500,000 والمعامله بتمشي مثل الحلاوه، والا بدي عرقلها واكتب تقارير فيها مثل السم. تفضل الله معك. بقى شو رأيكم بهالطريقة المبتكرة؟
هلا هي طريقة هي هيك على عينك يا تاجر؟ طبعا على عينك يا تاجر، لأنه بهالأيام ما عاد في داعي للخجل أبدا. لك ليش الخجل؟ ليش؟ ونكاية فيكم، اسمعوا اسمعوا بأذنكم يا عالم يا ناس، أنا موظف مهم بالدولة وما بمشي معاملات الناس إلا لأرتشي. أنا برتشي يا ناس، برتشي يا خلق، يعني بنمشر محي ببلع ببلع. أنا العم على القصة، شو عم نسرق نحنا؟